اشتكي الأرض. بونجور. يلا راح جاي قضيات هدينا شوف شو هيدا يا ميسي كتير ميسي كتير عن جد ميسي بفتحها هلا او بلكي فيها شيء بس فتحتوها يا ريت انا ما عندي فضول ماري فتحتها دغري هلا هو يعني لياقة لازم افتح اقول بعدين بعرف انه كلكم محرقصين تعرفوا يمكن شو؟ محرقصين من وين؟ فيري نايس ميرسي صحن صحن انت ما عندك لذة فتح الكادو ها؟ مبين عليك من فتح الكادو ما عندك لذة انا كيف ما عندي؟ لذة الكادو مش متشوقة تعرفي لا مش متشوقة يعني لذة الولد هيدي بتغذيه ايه ما هي متشوقة لا انه اكثر من هيك بدي خزقه يعني ما فهمت شو الموضوع؟ هو بخزق هيك شو مشروع؟ ما هو هيدا الورق ما بيتخزق لو هيداك الورق الورق هيداك بتنتفه ما قصدي هيدا ما بيتخزق الورق هيدا قد ما ما بيتخزق يعني بتقطشوا ايدي وما لا 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 انت لسه زعلان مني لا بس انت وحشتني قوي معلش لا انا بس جه الفيلم اللي انا وانت كنا دايما بنشوفه سوا لا مش عشان الفيلم اكيد بس صدق انا غلطانه طب يلا بقى انا كل ملكك انا سامعه انا كل حاجه حبيبي فيا بتنادي انا مش بحبك ايه حبك اوكي يلا استنيك كل حاجة حبيبي فيه ما بيركب فيه ايه ده حول قوة الا بالله في طيارة وقعت ماما شفت اول الخبر ده في طيارة وقعت برافو غير قابل للتصليح ايه اطلع انا غير قابل للتصليح لا الحب واللي عايز يحب يا اختي بيضحك عليكي والله عارف عليكي 13 واحدة بتاعك 60 نيرة عليكي وعلى خيبتك السودة خيبتك السودة ايوه قالك حنين عليه قوي يا اخويا انا ماليش في الرومانسيه الهم ده حاجه تقرف
مباراة نسيت. يا الله يلا ما هي جنب رجلك اهي. ارجوك ابوس ايدك دخل جوه ارجوك. يلا جو 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 جو. يلا بقى انت حكم مش عادل اصلا انت ما بتفهمش يا عم بقى. بريك ايه وشوط ايه بقى والشوط خلص بقى تكون من القرف. انا لحقت اصلا اتفرج. هو ده يا سيدي. لو عشت بي مجروح. ايوه مزكني طربني يا معلم. مزكني والجمال يغرك او تنخدع فيه. اصل الجمال لو غرك يكوك بنار ليالي. مهما كان الجمال مسيره بكره يروح. سلام. يا ماما طب جايه لك. يلا مرحله الفوتبول احسن بس بالاول يعني اول مره وانت عم تحضري ايه. وبعدين لما صرخت جول اول مره وكان احلى انه امك ايه ايه اوكي ماما اوكي ما بقى رح صرخ ما بقى رح عيط. يعني لما فات جولين اول مره وعشتيهم اكثر يعني قصرتي هلا. 5 4 3 2 1 توب. ليه ليه هيك؟ ضميت هيك ما عملت هيك فيك مش فيها. ايه الساعة 9 فين؟ لا 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 ما تفوتيش ما تفوتيش لا ورك 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 شوفي ورك شوفي ورك شوفي اسانسير. لا 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 في الاسانسير. لا لا خايف بقى لي. فكرني بنفسي. انا كده. بغطي راسي. افتح الباب افتح الباب. اخرش اخرش برا اخرش اخرش. مجبور طيب؟ نشوفه مرة تانية. مانيش اوف انا مال اكتيفيتي. كانت حاجة تفرح في التلفزيون.
رافائيل رافائيل احكي عاملين دوكيومنتير عليك بانيمو تي في يا وات قلت لك فكره طلعت عملت ماشي تعال تعال شوف تعال شوف مش والله مش بقى تعال شوف يلا خلاص ستار اكاديمي برايم اليوم ايه البرايم صح صح انيس انا والله انيس ايوه الانجلش كاراوكي سينجر اغني احسن لا وي فادي يلا يلا جا don't believe me just watch مسخت هالأغنية في راسي اوكي انيس ليش ما غنيت لي اكثر هالقد هالقد محطم انه قالوا لك كاراوكي هالقد علقانة براسه هالقد محطم انه نقال لك هالكلام كل برايم تسمع شونتال كانت كل برايم تسمع مسكينة ايه بس انه لا سوا انه لا حسيتك انه حتى المشهد حطه يعني ايه انه ما ما مأثرة فيك لا سوا ايه ما تنهي نومي ما تنهي طب اذا انا بقول لك انه انا بشوفك انوم دو سين يعني انت خرجك تكون استعراضي اذا انا بشوفك استعراضي ترجمه وصلت دلوقتي لا انا سقفت من بدري انا بشوفك مغني ممثل استعراضي يعني كل انسان حر يفكر اللي بده يفكر كل واحد عنده وجهة نظر انت شخص بتقدر تقوم بسبكتاكل على المسرح بتقدر تحمل على ظهرك بتقدر تحمل سبكتاكل يعني مسرحية مع رقص مع غنى مع أنا هيك بشوف بدك تكون مبسوط وفخور باللي عم تعمله لا ما ناطرت فيه بس لما سألتيني بعرف لا حسيت انه مش ضروري تقول كثير مبسوطه منا هلا اليوم انا كثير شغله انبسطت منا لا شعوريا لا شعوريا يعني بدون ما تحسوا صار صف المسرح بتظهروا يلي بدكم اياه بصف المسرح يعني بالضبط على صف المسرح لا يعني يعني استغل الشيء القهره الا انفستي يعني عمل له استثمار بمشهد ونجح قالوا يعني هيدي شغله كثير مهمه مبسوطه فينا 5 4 3 2 1 توب نعمل سبور معه هيدا شوف اذا بلش يلا بدي ياخذ 600 اتصال وما بدي غير الحركه بدي ياخذ 600 طيب انا شو بعمل هون حالي شكل ده كله دايره شو الطبخة اليوم؟
قد ايه كان؟ قلنا ما نشيلها الكرش. ايوه كده يا وديع اخاصمك اجيلك لا هو راح تفضل ليه يعني هيك حبيب قلبي حبيب قلبي حبيب قلبي حبيب وانا بغنيه على الله ابعت لي جواب 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 وطمني يا صباح وانه عذاب 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 حطوا ميوت ما تحرمني ابعت لي جواب ابعت لي كيف بقول هذا جواب ابعت لي جواب يا سيدي والله ابعت لي جواب ابعت لي جواب 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 وطمني الله الله طيب يعني بجنن التكييف ما ايه بس ما صلحت اللي عملناه هون عملت كومبليت ما هيك يعني عملت ما رجعت عملت ابدا يلي طلب منك بس حلو هيدا حلو احلى من يلي تقدم اول مره لا سميته حنان يا في اوفر